وكاين اللي كتلقاه مع الزوجه ديالو هي باغا تحجب وباغا تشد الخط ديال سيدي ربي وهو واقف لها في الطريق. اش غادير بديك الشرويطه فوق راسك؟ الايمان في القلب. ايوا الكفر فين؟ في الطيحان. راه الكفر تا هو في القلب، والنفاق في القلب، والغل في القلب، والحسد في القلب، والمداراه في القلب، والخشوع في القلب، والتوكل في القلب، والانابه في القلب، والتوبه في القلب. لكن شنو هي الرايه اللي غتبين لك شنو كاين في القلب؟ هي اعمالك، واشرف الاعمال الصلاه. واللي نوصي عليها الشباب، الله يرضى عليكم، صلاه الفريضه. كيمشي رمضان كيمشيو التراوح، تيمشي رمضان المصلى كتجمع كتبغي تصلي ولتحت. ونطلبوا الله عز وجل ان يحفظ هذه المصلى عامره باش ما يلقاوش باقي، واخا يبغيو يصليو تحت ما يلقاوش فين، يقول لك غنبقاو هنا كل يوم هذا الباركينغ على مين تبنى فيه جامع. المهم انا قلت لك الكون تفهمنا هذه المساله، هذه لابد منها. ولكن ملي كيخرج رمضان كتبقى صلاه الفريضه. تمسكوا بالفرائض. ملي القلب يكون عاطي فرحان وباغي يدير العباده والطاعه، اعطيه النوافل، خذ النوافل، كيل في النوافل. ملي تحس بالفتور الى اخره، تمسك بالفرائض ما تطلقش منها. ولكن اللي كتبقى قاسم مشترك في رمضان وغير رمضان صلاه الفريضه، فلا تفرطوا فيها يرحمكم الله. راه ملي كتصلي العشاء واخا يقرا الامام تومون تومون في الركعه ويدير بك ربع ساعه وثلث ساعه في صلاه العشاء، كيف ما كان الحال كتحس بها دازت. جوج ركعات كتبغي تجيبهم في الدان. بإنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، كيف كتحس بها؟ كتحس بها ثقيلة. علاش؟ لأنك ديك الساعة نفروز بوحدك، أما هنا مع الإخوان ديالك. لا درجة كي 27 يستحيل. خطوات تغفر بها الذنوب بحال درتي من الكوزينة من الحمام من البيت، يستحيل. الله عز وجل يكتب لك أجر حجة وعمرة وأنت جاي للمسجد لأداء صلاة الفريضة بحال غير جالس في الدار ما تكتبت لك حتى حاجة، يستحيل. الذنوب تتحاف ملي كتلاقى مع خوك المسلم وتصافحه وتطيح الذنوب بحال ما تلاقيتي مع حتى واحد نطي من الحمام توضيتي مشيتي للبيت، يستحيل. إذا القرآن والصلاة حافظوا على هاد الجوج، ينصلح حالنا ونصلح أحوال الناس. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع.